بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم بس عن بعض الأحداث اللي هتحصل في الفترة اللي جاية، الأحداث المحلية. زي ما احنا عارفين بعد أسبوعين فيه ورشة عمل للغة الإنجليزية وحفلة عيد الأم. طيب هنبدأ الأول بنتائج أوائل الطلبة للصف الرابع الابتدائي. فاز رابعة باء في مسابقة أوائل الطلبة للصف الرابع، تحية كبيرة لهم. كانت النتائج 9/10 في العربي، 9.5/10 في العلوم، 10/10 في الرياضيات، 9/10 في الدراسات، 40/40 في الانجليزي، بمجموع 77.5/80. دي رابعة باء. رابعة ألف 75/80 في المركز الثاني، رابعة جيم 73.5/80 في المركز الثالث. هيتم توزيع جوائز على جميع المشاركين. هنبدأ بالمركز الثالث. بالمركز الثالث رابعة جيم، وقد مثل فصل رابعة جيم محمود أسامة محمود، محمد ماهر عبد القادر، تعالى سلم على الاستاذ محمد وخد الجيم. محمد رضا السيد، محمد اسلام ابراهيم، يوسف سمير محمد، يوسف محمد مسعود، طيب ده فريق رابعة جيم. فريق رابعة باء، فريق رابعة ألف الأول في المركز الثاني، مثلهم رنا الشاذلي، رنا الشاذلي من عبد الرحمن، جنى وليد، مريهان احمد، حور الجنه ايهاب، يمنى ابراهيم. تحية كبيرة لفريق رابعة ألف. البطل فريق رابعة باء، مثلهم عبد الرحمن إسلام، عبد الله حسام إبراهيم، عبد الرحمن علي إبراهيم، آدم يحيى، آدم إيهاب. آدم إيهاب محيي، مؤمن محمود نبيل، أحمد حسام الموجي، أحمد إبراهيم محمد، أحمد سامع محمود. تحية كبيرة لفريق رابعة باء.
الفائز بالمسابقة. اللي ما اخدش الجوائز بتاعته في الفصل ان شاء الله يستلمها. زي ما قلنا في حفله عيد الام بعد اسبوعين، وحفله والورك شوب بتاعت اللغه الانجليزيه بعد اسبوعين، نستعد ليها عشان نظهر بمظهر كويس كعادتنا دائما. سما الشاذلي ان شاء الله هتمثل المدرسه في بطولة الجمهورية في ألعاب القوى يوم الخميس الجاي، دعوتنا لها بالتوفيق. وتحية كبيرة لسما الشاذلي للمجهود اللي عملته. والإنجاز اللي حققته لحد دلوقتي طبعا إن هي طلعت أول محافظة طبعا أكيد. دعوتنا لها بالتوفيق. طبعا نتائج فريق المسرح لسه ما بانتش لحد دلوقتي، ومحتمل دايما بتتاخر، يعني ممكن تظهر في الصيف، يعني ما حدش يقلق، ممكن تظهر في الصيف. بالنسبه لامتحانات الميد تيرم، اللي بيسال على امتحانات الميد تيرم ان شاء الله هتبقى بعد عيد الام. عشان ناخد وقتنا في الاستعداد للامتحان بشكل جيد. هستنى بقى لحد ما تسكتوا، هستنى لحد ما تسكتوا. بالنسبة للي بيسألوا على رحلة القاهرة، بإذن الله هتبقى الجمعة الجاية، وهيبقى فيه كذا اشتراك ب 120 جنيه للأهرامات وبانوراما حرب أكتوبر والمتحف المصري ومول مصر الجديد. كده يعني على وشك ان الباص الاول يكتمل، ولما بيكتمل هنشوف العدد للباص الثاني، لو كمل باص ثاني هنعمل باص ثاني، يعني هيبقوا انتظار بعد ما الباص الاول يكتمل. الاشتراك الثاني ب 180 لدريم ومول مصر الجديد. طبعا نور مصر الجديد اتفتح يوم الخميس زي ما سمعنا في النشرات. يمكن في لعبه كده حابين يجربوها اللي هي الجاذبيه. اللعبه دي معموله من 30 سنه في متحف ناشونال اير اند سبيس، متحف الطيران والفضاء. حد يعرف متحف الطيران والفضاء ده فين؟ متحف الطيران والفضاء مين يعرف متحف الطيران والفضاء فين؟
متحف الطيران والفضاء ده في واشنطن من 30 سنة معمولة اللعبة دي فيه. من 30 سنة نتخيل كده لسه دخلالنا هنا، هي من 30 سنة هناك. المتحف ده بيزوره 9 مليون زائر كل سنة، يعني متحف واحد بس. مش هنقول بقى امريكا بيروح قد ايه ولا واشنطن بيروح قد ايه، لا متحف واحد بيروح 9 مليون اكتر من عدد السياح اللي بيجوا مصر. يعني في تأثير كبير على زيارة آثار بلادنا، عشان كده يهمنا قوي إن احنا نتعرف على الآثار اللي موجودة في بلادنا، يهمنا إن احنا نزورها ونتعرف فيها. طيب مين يعرف أكبر دولة متقدمة حاليا في الطيران والفضاء؟ حد يعرف؟ في تكنولوجيا عملتها الهند بقى. الاسبوع اللي فات طلعت قمر صناعي، طلعت صاروخ شايل 104 قمر صناعي. نتخيل كده 104 قمر صناعي طلع يوم الخميس اللي فات. 104 قمر صناعي، مش هنقول بقى نايل، احنا فرحانين قوي بنايل سات وعرب سات، احنا بطلعة واحدة بس في الهند 104 قمر صناعي طلع، واحنا لسه ما طلعناش قمر واحد. يعني دلوقتي الفرصة كبيرة لنا، الفرصة كبيرة لنا ان احنا لو احنا عملنا قمر صناعي نقدر نوديه الهند يطلعه لنا. مش هيكلف 10,000 دولار دلوقتي، ما هو تكلفة إطلاق قمر صناعي بعد الإنجاز اللي عمله الهند 10,000 دولار، بقى الموضوع سهل جدا. ففرصة للتقدم، فرصة لينا إحنا بقى إن إحنا نتطور شوية يعني، ونحس على دمنا شوية. طيب. لا يعني التقدم في كل دول العالم واحنا عمالين شغلين نفسنا، البلانتي ده صحيح ولا مش صحيح؟ ده اللي احنا شاغلين نفسنا بيه. عموما يعني الامل فينا كلنا في الجيل الجديد ان احنا ان شاء الله نوصل للمستويات دي، لان احنا مش اقل من اي حد يعني. وانا يعني شايف اني ارى رؤوسا كلها ذكاء يعني. وغير الذكاء في امانات، امانه عندنا الحمد لله. يعني في عندنا الطالب احمد طارق في الصف السادس لقى 200 جنيه وسلمها وتم معرفة صاحبها وتسليمه. تحية كبيرة لأمانة أحمد طارق. طبعا قررت إدارة المدرسة إنها تديله شهادة تقدير لأمانته. طيب بكده نكون انهينا التساؤلات اللي موجوده في الخاصه بالرحله والخاصه بالامتحان، وبالتوفيق لكم جميعا. طب احمد طارق معلش. احمد طبعا له هدية برضه، احنا نسينا نديها له معلش. شكرا شكرا، السلام عليكم.